اسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امين. نعمه كبيره جدا ان احنا نكون موجودين في بيت ربنا الحاضر فيه دايما رب البيت شخص المسيح له كل المجد. الله اللي بيقول انا بسطت يدي طول الليل وطول النهار. الله اللي هو متشوق لخلاص ونجاة كل أحد. الله اللي هو نظر إلى ذلنا وإلى عبوديتنا المرة وطقطع سماء السماوات وبه خلصنا. هو النهاردة اللي احنا نعيش معه لحظات الإنجيل المقدس اللي احنا سمعناه. السيد المسيح كان يقول يصنع خير. السيد المسيح هو فيما أمس واليوم وإلى الأبد. فممكن يكون بيقول في وسطنا حاليا. اللي بيسمعه في الإنجيل المقدس يفرح قلوبنا إن المسيح بتاع امبارح هو بتاع النهاردة هو بتاع بكرة. بتاع أمس اليوم إلى الأبد. المسيح مجيئه إلى الأرض جه عشان ينور أذهاننا وتنوير الذهن ده ما هوش هين يخلي الإنسان فكره جديد ويبقى مرتبط بالنور نفسه يجذب النور والنور ده ساكن في العالي. فكل ما إنسان يسمح لربنا ينور ذهنه ينور قلبه تلاقي الواحد بينجذب كله مش عايز حاجة من الأرض ولا الأرضيات. صورة جميلة نلاقيها النهارده لما ربنا دخل مدينة نين. المرأة ما تعرفش شخص المسيح ولا الناس اللي في البلد يعرفوا شخص المسيح. ولما دخل السيد المسيح مين المسيح؟ شافوا فيه الحياة وشافوا فيه النور وشافوا فيه القدرة وشافوا فيه المحبة وشافوا فيه الحنان شافوا فيه الرحمة. امرأة جوزها مات من سنين ولم يكن لها سوى الابن ده والابن كمان مات. فالضيقة اشتدت جدا جدا على الست دي على المرأة. ضيقة شديدة لا يتخيلها انسان الا لو عاش فيها. كل الابواب مغلقة ولم يتبقى في الست في داخل اعماق المرأة الا اشتاق هي للموت لان شريك حياتها مشي وابنها كان في طريقه إلى المدافن والدنيا كلها السواد. مين اللي جاي ينور؟ مين اللي جاي يفهم؟ مين اللي جاي يمسح الدموع؟ واحد بس هو شخص المسيح. هو بتاعك أنت وبتاعك أنا. المسيح أول كلمة قالها للمرأة اللي عندها ضيقة جديدة أول كلمة قال لها لا تبكي ما تبكيش. إزاي ما تبكيش؟ وابنها الغالي الوحيد اللي شايفه في صورة أبوه هو ده اللي مات. المسيح حب يعرفهم إنه أنا هو القيامة والحياة. حب يعرفهم أنا اللي هجيب ابنكم من الظلمة اللي كان هيدخل فيها ابنهم. السيد المسيح هو اللي جه يرفعنا من الظلمة إلى النور. هو اللي جه يعطينا الحياة من الموت. هو اللي جه علشان يعطينا الحرية من العبودية. هو ده شخص المسيح اللي انت بتدخل بيته ويجب انك ترتقي بيه وتفرح بيه وكل اللي عندك تدخله وتقول له انا اتبعك. كلمة جميلة لا تبكين اوعي تبكي. طب انا مش هبكي ازاي وابني مشي وجوزي مشي؟ لا لا انا رد لك. نلاحظ انه المرأة ما طلبتش منه إنه يقيم ابنها ولا طلبت منه إنه ينقصها من الضيقة ولا طلبت منه أي طلب ولا حتى من الشعب كله طلب منه. يبقى هو مين؟ هو المتشوق لراحتك. هو المتشوق اللي بيقول لك تعالوا يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال من أريحة. لو عندك ضيقة بمقدار ضيقة المرأة الأرملة وتعب حياتك
ليه كان مسدود منها خطية شر طريق ظلم أصحاب أي كانت الضيقة ما حدش هيشيل لك الضيقة دي إلا بلمسة واحدة من شخص المسيح الميت ده اللي هو الشاب كان محمول في نعش وكان مين اللي ماشيه اللي هو ماشيه فقد كل حاجة في حياته ومشيله إلى طريق الظلمة إلى الأبد اللي هي ملف الدين لو أنت موجود فقدت كل إمكانياتك لك اسم لك حي وأنت ميت وفي ناس بتمشي خلاص فقدت كل إمكانياتك قدرتك معرفتك إرادتك الحل الوحيد إنك تطلب من ربنا قلت له زي ما أنت لمست النعش فوقف الحاملون إلمس نعش حياتي ربنا لما يلمس إنسان حتى لو كان ميت في الإرادة كل الأمور تتغير أول ما لمس النعش بتفكرني بالظبط لما ربنا نظر إلى الأرض وكانت خربة وخالية الأرض خربة وخالية ولكن ربنا لمسها بكلمة واحدة ليكن نور فكان نور ليكن عمار كان عمار يكن ثمر حدا بقي في ثمر في الأرض لتكن بركة بقيت بركة لتكن حياة بقيت حياة أول ما ربنا يلمس شخص أو بكلمة واحدة منه كل الأمور تتغير يغير تغيير كامل أنا أتذكر واحد كانت أرض تركه خارج وخارج وأتذكر أشخاص مش شخص واحد ورود أراضي قلوبهم كانت خارج وخارج شوفوا قديس موسى الأسود شوفوا قديس أوغسطينوس كان ناس مشهورين قديس موسى الأسود ما كانش يعرف الإله خالص كان عبارة عن واحد في النعش والناس هي اللي ماشياه وفكره ماشي الزنا ماشي زي ما هو عايز السرقة بتمشي زي ما هو عايز زي ما هي عايزة الخطية بتمشي من طريق إلى طريق لغاية ما وقف في مكانها وقال له أيها الإله اللي أنا ما أعرفوش عايزك تعرفني ذاتك لمس الرب حياة موسى الأسود وتحول موسى الأسود القوي في الشر إلى قوي في عمل الخير وأصبح القديس القوي إلا موسى لمس ربنا حياته لمسه لدرجة أنه هذا الشخص اللي كان زي ابن أرمال ابنين ميت له اسم النحي يقول اجلب لنفسك الرضا فتستريح تعبان اجلي انت جيت ليه النهارده الكنيسة جيت ليه لو انت جاي لحاجة غير شخص المسيح مش هتستريح ان كنت جاي لشخص المسيح وتتعامل مع المسيح وتتحد بالمسيح وتختفي في المسيح والمسيح يظهر فيك هتستريح وبالمثل قديس أوغسطينوس كان عبارة عن واحد فكره في المشي في الفلسفة في الأدب في البحث في البحث عن ربنا في الآخر خالص قال لي لما لمس ربنا قال ما أسعد من يعرفك وإن كان يكهل كل شيء وما أشقى من يعرف كل شيء ولا يعرفك أيها الرب لله المسيح بيطمنك النهارده بيقول لك يا ابني ما تبكيش الضيقة بتحتك دي هتزول زي ما بتزول الجبال أمام الله كالشمع لو عندك جبل ضيقة فاصلة عنك وجه الله الله يقدر يخلي الجبل ده يسيح الجبل اللي مش ممكن يسيح يسيح كالشمع أمام وجه الله يشيلك ربنا الضيقة الضيقة يشيلها ويقول لك لا تبكي والناس اللي هم ماشيين في طريق الشر يلمسك ربنا يخلي الحاملون يقفون اللي بيحمل فكرك لطريق أسوأ الحاجات اللي بتحمل أعماقك إلى طريق كله شرعي ربنا يقدر يخلي كله يقف ليه ربنا سامح إنه يعمل المعجزة دي فيه محدش طلب منه قديس ماري يعقوب السلوكي كان بيتأمل فقال عبارات جميلة جدا في الموقف ده تخيل القديس ماري يعقوب السلوكي ان الناس دي كل واحد بيتكلم مين اللي وقف جنازة سمعته في حياتهم ولا في
الناس ده كل الناس عايزه خالص. كل واحد من الواقفين تخيل او حس ان في سبب. هل عليهم ديون والراجل ده جاي يطالب ديونه منهم؟ هل في مشكله كانت بينه وبين ابوه زمان؟ هل في مشكله بين الشاب ده وبين الشخص ده؟ كان في حاجه قديمه. يجي مار يعقوب السلوبي يقول المسيح رد عليهم كلهم ويقول انا مش جاي اخد الديون، انا جاي اسدد الديون. شخص المسيح اللي نام سنعش وقفهم قالهم انا جاي اسدد ديون جده ادم اللي هو اخطا في جنه عدن بين الشجر. وتاني طب انت ليك سلطان؟ قال اه انا جاي اقول للشاب ده كلمتين علشان الكلام اللي انا بقوله للكتبه وللكهنه ورؤساء الكتبه ورؤساء الكهنه بقوله للشعب للاحياء محدش بيسمعني. فالمره دي جاي اقول للميت لك اقول ايها الشاب قم، فالميت هيسمع كلامي ويدي دروس لكل الناس اللي هي ما سمعتش كلامي من كتبه ومن كهنه ومن رؤساء شعبه كله. يعني كلمته أيها الشاب لك أقولكم كان الدرس لكل الناس اللي سمعوا كلام ربنا، حتى لو مننا احنا الموجودين في الكنيسة النهاردة. لك أيها الشاب أقولكم دي لك أنت ولينا. الأحياء ما بيسمعوش كلام، لكن الميت سمع كلام ربنا فقام الميت وكان درس للكل. سيد المسيح النهاردة هو تفكروا ان احنا بنقرا هو حاضر معنا بدليل بعد المزمور نسمع ابونا او القارئ في المزمور يقول مبارك الاتي باسم الرب. من المزمور للانجيل يقول مبارك الاتي باسم الرب، معناها ربنا دخل وقعد في وسطنا احنا، فاحنا بنشوفه ونسمعه ونحس بيه. هو حاضر معنا. اللي حاضر معنا الامكانيات زي ما ذكرتها يطمنك، يمسح دمعتك، يقومك، ينقذك، يحن عليك. رد هذا الشاب إلى حضن أمه معناها في كل أعمالك الشريرة وكل أعمالك اللي هي لا ترضي صلاح الرب بعد لمسة ربنا يرجعك تاني لحضن الكنيسة اللي هي أمك، وتبقى أنت دخلت تاني في عمق معرفة والدتك أمك الحقيقية في الكنيسة. إحنا بنقول لربنا نشكرك، نشكرك علشان أنت بتقول تصنع خيرا، نشكرك إنك متشرف وخلصنا على الأرض، نشكرك إنك بتعرفنا الحياة والموت في إيدك أنت، أنت ليك سلطان وحدك. نشكرك يا رب إنك أنت بتسمح لنا إنك حاضر كل يوم على المذبح وتلهف لكل واحد، بتنادي بصوت عالي وتقول تعالوا واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك. الله اللي بيحبنا ده اللي سمح انه يحضر كل يوم على المذبح بيقول لنا تعالوا ايها العطاش تعالوا اشربوا من جنب الحمل لتروا نفوسكم، اقتربوا اليه لتمحى خطاياكم، تقدموا نحوه لتطهروا من اثامكم. يجب كلنا نجري ورا ربنا ونقول يا رب احنا مش عارفين نشكرك. التأمل اللي قاله مار يعقوب السلوبي لما ابنها اللي كان ميت قام والمسيح رده للمرة قالت له ما قبلوش، أنا ابني مات، أنا ما عرفوش، أنا ابني مات وجوزي ميت ده ما عرفوش، لكن أقول لك كلمة، الولد ده ابن كلمتك، كلمتك كلمة حية فعالة. عشان كده يا فدايم الغنيمة يجب كلنا نتشرف لكلمة الله فينا، يقول له ربنا خلي كلمتك فينا، قول لتكن حياة ابنك فتكون تكون الحياة، ليكن سلام فيكون سلام. عايزينك تدخل بيوتنا تقعد معانا وما تخرجش من بيوتنا، ونشد فيه ونمسك فيه. ده القديس أفندى أرسانيوس بيقول إن طلبنا ربنا يظهر لنا وإن أمسكنا به فإنه يبقى معنا. اطلب ربنا وامسك ربنا يبقى قاعد معاك باستمرار. كل شوية في الانتباه، اصحى غلط مش مظبوط، قوم اجري اخدم اكرز حس بالغلط.
الناس انت تدي له قلبك كله وجسدك كله وتبقى واحد من خفاع ربنا. الله يفرحكم كلكم بمحبته ومعرفته لكم.